بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لازلنا مع سلسلة الامتحانات التجريبية أو المواضيع التجريبية لامتحان شهر تعليم المتوسط، ومع الموضوع الرابع، المقترح الرابع لشهادة التعليم المتوسط. وبدون إطالة، مع كذلك التذكير والتنبيه إلى الورقة النموذجية وماذا يكتب على الجزء العلوي من الصفحة الأولى لها: امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2019، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا المادة، يعني حسب الامتحان، يعني موش كل الامتحانات راح نكتب فيها العلوم الفيزيائية، وإنما حسب المادة. نحن نتكلم عن مادة العلوم الفيزيائية. يكون الامتحان الخاص بهذه المادة لهذه السنة بحول الله يوم 9 جوان، يعني اليوم الأول من أيام الامتحانات، ثم إمضاء المترشح، ثم لقب الطالب، تكتب لقبك. اللقب هو أكيد اللقب العائلي، الاسم هو الاسم الشخصي، تاريخ ومكان الميلاد، تاريخ ومكان ميلادك معك، رقم التسجيل في موجود معك في الاستدعاء، ثم تترك الخانات الأخرى لأصحابها. وفي الأسفل تحت الإطار، يعني حيث سنشرع في الإجابة، نكتب اختبار المادة، هي مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا في هذه الحالة. إذا نمر إلى الوضعية الأولى المقترحة في هذا الموضوع، تتعلق بطبيعة الحال بالمادة وتحولاتها. يقول: حضر أحد التلاميذ محلول كلور النحاس بإضافة الماء إلى بلورات النحاس الثنائي CuCl2. المطلب رقم 1، اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول. 2، ما لون محلول كلور النحاس وعلى ماذا يدل هذا اللون. الفقرة الثانية، نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس بوضعه في وعاء التحليل الكهربائي كما هو مبين في الوثيقة، مسرياه من الجرافيت كما تبينه الوثيقة. 1، نغلق الدارة الكهربائية. ألف، صف ما يحدث في هذه التجربة. اكتب المعادلة الكيميائية النصفية، يعني الحادثة بجوار كل مسرى. تاء، اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي. إذا مع الإجابة على هذه الأسئلة، الصيغة الشاردية لهذا المحلول، يعني بعد ما أضفنا الماء إلى بلورات ملح كلوريد النحاس، تصبح صيغته شاردية، يعني بعد ما ينحل الصيغة الشاردية له هي هكذا: Cu2 زائد زائد 2 Cl ناقص أك. إذن هذا بالنسبة للصيغة الشاردية المحلول. ما لون محلول كلور النحاس وعلى ماذا يدل هذا اللون؟ إذن فمحلول كلور النحاس أو كلوريد النحاس لونه أزرق. على ما يدل ذلك؟ فاللون الأزرق لمحلول كلور النحاس يدل على وجود شوارد النحاس الثنائية في المحلول Ce2 زائد. الآن الجزء الثاني، عندما نغلق الدارة الكهربائية، قبل أن نتكلم عن نغلق الدارة الكهربائية، قال في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الجرافيت، يعني هنا نشير فقط وننبه لماذا يركز على أن يكون المسريان من الجرافيت أو من الفحم. فالمسريان يكونان من الجرافيت أو الفحم، قلنا لكي لا يشارك في التفاعل أو التحليل الذي سيحدث عند غلق الدارة، حتى لا يشاركان في التفاعل، لأن إذا شارك في التفاعل ستختلف النتائج ولن نكون أمام تحليل كهربائي بسيط. إذن صف ما يحدث في هذه التجربة عند غلق الدارة الكهربائية. عند غلق الدارة الكهربائية يحدث ما يلي: أولا، يتوهج المصباح الموجود في الدارة،
الأمر الآخر، تتصاعد فقاعات غازية عند المسرى الموجب أي المصعد. أين هو المصعد في هذه الدارة؟ المصعد هو هذا الذي على اليسار. إذن هنا ستتصاعد فقاعات غازية، وهذه الفقاعات الغازية إذا طلب منا أن نكشف عنها فنجدها هي غاز الكلور المتميز، قلنا من حيث الرائحة، رائحة فيه تنبعث منه الرائحة التي نجدها في ماء جافيل، وهي خاصة بغاز الكلور. وهذا الغاز إذا تم انحلاله في الماء فإنه يزيل البقع والألوان. وفي الجهة الأخرى يعني عند المسرى السالب يترسب المعدن، يترسب المعدن الذي هو معدن النحاس. نصحح الخطأ هنا، إذا صححنا الخطأ، قلنا يترسب المعدن عند المسرى السالب أو المهبط، يعني في هذه الجهة وحتى في قاع الإناء سيترسب معدن النحاس. بعد ذلك يقول اكتب المعادلة النصفية. إذا معادلة التفاعل عند كل مسرى، نبدأ بأحد المسريين عند المصعد أي المسرى الموجب، تنجذب إليه شوارد الكلور السالبة مثنى مثنى، يعني اثنين اثنين، كل شاردتي كلور تنجذبان إلى المصعد لتعطيانه الإلكترونين الفائضين، يعني كل شاردة كان لها إلكترون فائض، ها هو. إذن تعطيان قلنا هذين الإلكترونين للمصعد، فتتحول الشاردتان إلى ذرتين. لما تتحول إلى ذرتين فإنهما تتحدان لينطلق جزيء غاز الكلور. عند المهبط يحدث العكس، عند المهبط تنجذب إليه شاردة النحاس الثنائية لتأخذ من هذا المهبط الغني بالإلكترونات، تأخذ منه إلكترونين فتتحول إلى ذرة النحاس التي ستترسب في هذا على هذا المسرى أو في قاع الإناء. ثم بعد ذلك يقول اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية للتحليل. إذن المعادلة الإجمالية لهذا التحليل بجمع المعادلتين النصفيتين، لدينا كلوريد النحاس CU2 زائد زائد 2Cl ناقص أك ينحل ويتفكك إلى جزيء غاز الكلور زائد معدن النحاس Cl صلب. إذن هذا بالنسبة لهذه الوضعية في المتناول وفي غاية البساطة لمن كان له تحصيل ومتابعة خلال الدرس. بعد ذلك نمر إلى الوضعية الثانية، يقول نعلق جسما S في خيط F كما هو موضح في الوثيقة. إذن الوثيقة المقابلة معنا حامل خيط F وجملة أو جسم S. يقول واحد، ما هي القوى المؤثرة على الجسم S؟ اثنين، إذا علمت أن الجسم S في حال توازن أذكر شرط توازن الجسم S. ب، مثل القوى المؤثرة على الجسم S بسلم رسم مناسب وبدقة. إذن هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، نغمر الجسم S ثقله 3 نيوتن، يعني هنا يصرح عن ثقل الجسم في سائل، فتشير الرابعة إلى القراءة 2.5 نيوتن كما هو موضح في الوثيقة 3. ألف، احسب شدة دافعة أرخميدس المطبقة من طرف السائل على الجسم S. ب، مثل القوى المؤثرة على الجسم S في هذه الحالة بسلم رسم 1 سنتيم لكل 1 نيوتن. إذن بدون إطالة على بركة الله، إذن مع الإجابة على السؤال الأول، فالقوى المؤثرة على الجسم S بما أنه في حال توازن هي أولا قوة جذب الأرض للجسم أو ثقاله مثل ما رأينا في الموضوع السابق، ويرمز لهذه القوة بالرمز F شعاع لتي على S. إذا قلنا قوة جذب الأرض للجسم
أو يرمز له بالرمز في شعاع إذا قلنا ثقل الجسم. القوة الثانية هي قوة شد الخيط. القوة الثانية هي قوة شد الخيط. نصحح الترتيب. أن القوة الثانية التي تجعل الجسم في حال توازن هي قوة شد الخيط للجسم S، ويرمز لها بالرمز F، شعاع لF على S. بعد ذلك المطلب الموالي، أذكر شرط توازن الجسم S. إذن بما أن الجسم S في حال توازن، فإن شرطي التوازن هما: أولا القوتان المؤثرتان لهما نفس الحامل، إذن سواء قوة الثقل التي تعمل بشكل شاقولي نحو الأسفل، فكذلك قوة شد الخيط تعمل بشكل شاقولي لكن نحو الأعلى، إذن فهما على نفس الحامل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، نرتب الإجابة. إذن قلنا القوتان مؤثرتان على الجسم S لهما نفس الحامل. الشرط الثاني، القوتان المؤثرتان على الجسم S متساويتي الشدة ومتعاكستي الاتجاه، فالثقل قوة أو شدة الثقل تكون إلى قوة الثقل تكون إلى الأسفل، وقوة جذب شد الخيط تكون إلى الأعلى وعلى نفس الحامل. بعد ذلك يطلب منا أن نمثل القوتين المؤثرتين على الجسم S بسلم رسم مناسب وبدقة. يعني هنا ننتبه إلى طريقة طرح السؤال. بما أن قيمة الثقل لم يصرح بها إلا في السؤال الموالي، فهنا المقصود بسلم مناسب وبدقة لا يتعلق بهذا المقدار، وإنما يتعلق بالكيفية. يعني حينما نرسم، لاحظ إذا هذا هو الجسم معلق بخيط في الحامل. الآن ماذا نراعي في التمثيل؟ يعني نطبق شرطي التوازن. أولا يكون لدينا الحامل شاقولي مار من مركز الجسم S، من مركز الكرية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن الجملة متوازنة يعني الكرية في حال توازن، فالشعاعين اللذين سنرسمهما ينطلقان من المركز في اتجاهين متعاكسين. شعاع إلى الأعلى يعبر عن القوة F لF على S، يعني قوة شد الخيط، والقوة الشاقولية إلى الأسفل قوة الثقل. الشرط هنا أن يكون تمثيل الشعاعين متقايسين. إذن هذا هو التمثيل المقصود بدقة في هذه الحالة. إذن حامل شاقولي يمر من المركز، شعاعين متعاكسي الاتجاه لهما نفس الطول بسلم رسم مناسب. يعني هنا لم يحدد لنا أو لم يجبرنا باختيار سلم، يعني حسب الإمكانية وحسب المعقولية في الرسم. بعد ذلك يأتي السؤال يقول: نغمر، يعني الفقرة الموالية، نغمر الجسم S المعلق بطبيعة الحال في الرابعة، نغمره في سائل فتشير الرابعة. هنا سائل الرابعة كذلك ستكون معلقة في حامل، إذن فتشير الرابعة إلى القيمة 2.5 نيوتن. إذن معناه أننا قسنا الثقل بواسطة الرابعة خارج السائل فوجدناها 3، ثم قمنا بالقياس بإدخال الجملة المعلقة في الرابعة داخل السائل فتغيرت القراءة إلى 2.5 كما هو موضح في الوثيقة 3. يقول: احسب شدة دافعة أرخميدس المطبقة من طرف السائل على الجسم S. هو في هذه الحالة كيف سنطبق دافعة أو قانون، أو ما هو القانون الذي نطبقه لإيجاد دافعة أرخميدس؟ إذن شدة دافعة أرخميدس في هذه الحالة نطبق عليها القانون الخاص بالثقل الظاهري والثقل الحقيقي. إذن F A يعني شدة الدافعة تساوي P
بي لأس يعني ثقل الجسم أس وهو الثقل الحقيقي في الهواء ناقص بي أ لأس وهو الثقل الظاهري أو ثقل الجسم وهو في السائل. إذن المعطيات موجودة، ثقل الجسم يساوي 3 نيوتن في الهواء، وداخل السائل صار ثقله الظاهري 2.5 الذي هو في الحقيقة يعبر عن الشدة التي يؤثر بها النابض الرابعة على الجسم في هذه الحالة. إذا نطبق عدديا FA يساوي 3 نيوتن ناقص 2.5 نيوتن، فإننا نجد أن قيمة الدافعة في هذه الحالة FA تساوي 0.5 نيوتن. إذا هذا بالنسبة لإيجاد شدة الدافعة. ب يقول مثل القوى المؤثرة على الجسم S في هذه الحالة بسلم، هنا يحدد لنا سلم الرسم بسلم 1 سنتيم لكل 1 نيوتن. إذن علينا أن نتذكر أن الجسم موجود في حال توازن، توازن وهو مغمور داخل السائل، بمعنى أنه موجود في حال توازن فإن مجموع القوى المؤثرة عليه يساوي الصفر. في هذه الحالة نذكر بأن FA زائد FR تساوي P، يعني قوة شدة الدافعة زائد شدة جذب النابض للجسم S، هاتان القوتان تعملان في نفس الاتجاه نحو الأعلى، سنرى ذلك في التمثيل. مجموعهما يساوي الثقل الحقيقي، بمعنى إذا أخذنا الإشارة هنا ستكون تساوي ناقص بي، أو يعني هذا إشارتهما نحو الأعلى والثقل نحو الأسفل، هنا من المفروض نضع إشارة ناقص، إما ناقص للبي أو ناقص لهذين المقدارين. المهم ننتقل إلى التمثيل الآن. لاحظ كيف سيكون التمثيل. هنا نزيح الجسم ليصبح مع الحامل، معذرة، صحيح. إذا لنوضح، قلنا شدة الثقل يعني ثقل الجسم، ثقل الجسم في الهواء هو 3 نيوتن، بي يساوي 3 حسب المعطيات. هذا الثقل محقق للتوازن مع قوتين مضادتين له. إذن القوة الأولى هي دافعة أرخميدس التي وجدناها F شعاع لأ، دافعة أرخميدس أو FA شعاع على S، FA شعاع على S. الدافعة وجدناها 0.5، إذن نرسم شعاع طوله نصف سنتيم نحو الأعلى على نفس الحامل. لاحظ أننا أولا رسمنا حامل القوى يمر بمركز الكرية المعلقة في السائل، مثلنا الثقل بالسلم الذي أعطي لنا، قال كل 1 سنتيم يعبر عن 1 نيوتن، معناها سنرسم شعاع ينطلق من مركز الكرية إلى الأسفل طوله يساوي 3 سنتيم يعبر عن ثقل. قلت ثم من المركز نحو الأعلى على نفس الحامل نرسم شعاع الدافعة قدره نصف سنتيم لأن القيمة هي 0.5 نيوتن، ثم نرسم شعاع آخر أيضا من المركز نحو الأعلى طوله 2.5 سنتيم. لماذا؟ هذا شعاع شد النابض، نابض الرابعة يعني شد الرابعة للكرية. إذن فإذا جمعنا الشعاعين المتجهين نحو الأعلى وهما شعاع النابض الرابعة الذي يساوي 2.5 والذي عبرنا عنه بطول 2.5 سنتيم، والشعاع الثاني الذي مثلناه بالأخضر وهو شعاع الدافعة الذي قيمته 0.5 سنتيم لأنها 0.5 نيوتن، إذن 2.5 زائد 0.5 يساوي 3، إذن ف3
تعادل الثلاثة المتجهة نحو الأسفل، وبالتالي يكون الجسم في حال توازن ويحقق شرط وهو مجموع القوى المؤثرة يساوي الصفر. إذن هذا بالنسبة للتمثيل، وهو السؤال الأخير في هذه الوضعية. نمر إلى الوضعية الإدماجية أو الوضعية المركبة. يقول: أنجز أبو سعيد مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزله كما توضحه الوثيقة 4. أين الوثيقة 4؟ نصحح قبل. إذن قلنا الوضعية نصها: أنجز أبو سعيد مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزله كما توضحه الوثيقة 4. ولما عرض هذا المخطط على أحد المختصين في مجال الكهرباء، قال له إن هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات. السؤال الأول يقول: برأيك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برر إجابتك. اثنين: أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا. إذن فأولا، التعديلات والإضافات التي نراها ضرورية لهذا المخطط هي: أولا، تغيير موضع المنصهرة من الحياد إلى الطور لحماية المصباح بشكل أفضل. أين هو؟ لاحظ معي المخطط. إذن فالسلك الممثل في الأعلى معبر عنه بالرمز pH، يعني هذا الفاز أو الطور، معناها هذا هو الحامل للكهرباء. والسلك الثاني الممثل بالخط السفلي هو الحيادي النيتر. فصاحب التخطيط لاحظ أنه وضع المنصهرة والقاطعة في الحيادي، وهذا يتنافى مع إجراءات السلامة والأمن في التركيبات الكهربائية. إذن قلنا أولا، أول تعديل نقوم به تغيير موضع المنصهرة، يعني هذه المنصهرة ينبغي أن تكون على الطور، يعني تكون في هذا السلك. إذن سنرى ذلك في الرسم عند الإصلاح. إذن قلنا تغيير موضع المنصهرة، لماذا نغير؟ لحماية المصباح بشكل أفضل. التغيير الثاني تغيير موضع القاطعة كذلك من الحياد إلى الطور. لماذا نغير؟ لحماية المستعمل عند تبديل المصباح أو الغمد. لاحظ القاطعة موجودة في الحياد، فإذا أبقيناها بهذه الكيفية فحينما يفتح القاطعة صاحب التركيب ويريد أن يبدل المصباح أو الغمد، في حالة ما إذا لمس أحد سلكي الغمد الموجودين في الغمد فإنه سيصاب بصدمة كهربائية. لماذا؟ لأن القاطعة لم توفر له الحماية، لأنها موجودة بعد المصباح وليس قبله، يعني حتى يصل المصباح إلى الكهرباء سيصل إلى القاطعة. إذن فهي في الموضع غير الصحيح. إذن هذا بالنسبة للتغييرين الأولين. بعد ذلك نأتي إلى الإضافات. تركيب التوصيل الأرضي لمأخذ الغسالة. إذن لاحظ بأن المأخذ نعم هو ثلاثي الأطراف، ولكن لا يحتوي على التوصيل الأرضي. بما أنه لا يحتوي على التوصيل الأرضي، فإن المستعمل إذا لمس هيكل الغسالة فإنه يصاب بصدمة كهربائية إذا حدث تسريب. بمعنى إذا كان الطور يلامس الهيكل فإنه سيصاب بصدمة كهربائية بسبب تسريب الكهربائي. إذن قلنا في التعديل: تركيب التوصيل الأرضي لمأخذ الغسالة لحماية المستعمل من الصدمات الكهربائية في حالة حدوث تسرب كهربائي إلى الهيكل، وذلك عند ملامسة الطور بطبيعة الحال للهيكل. كما كذلك يستبدل، يعني في التعديلات، استبدال المأخذ الثنائي بمأخذ ثلاثي الأطراف وتزويده بالتوصيل الأرضي لحماية المستعمل عند لمسه لهيكل الجهاز من الصدمات في حالة حدوث تسرب كهربائي. أين المأخذ الثاني؟ هذا الذي سيضيف فيه مجفف الشعر. إذن هنا كذلك هذا المأخذ غير آمن لأنه ليس ثلاثي، فنستبدله بمأخذ آخر مثل هذا ثلاثي الأطراف.
ونوصل به كذلك التوصيل الأرضي. لماذا قلنا؟ لتوفير الحماية للمستعمل. بعد ذلك يعني هذه هي التغييرات والإضافات. ضف إلى ذلك إضافة منصهرتين على طوري المأخذين لحماية الجهازين من التلف بسبب الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي. إذن مثل ما هو الحال، يعني إذا كان هذا مصباح فقط ومزود بمنصهرة لحمايته، فمن باب أولى أن نأخذ أو نضع للمآخذ منصهرات، لأننا سنركب أجهزة وهي أكثر قيمة من المصباح. إذن فينبغي أن نضع لها منصهرات لحمايتها من التلف عند الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي. إذن هذه هي الإضافات التي أو التعديلات التي ينبغي أن ندخلها على هذا المخطط. ننتقل إلى إعادة الرسم بعد إجراء هذه التعديلات. إذن 2، رسم خطط التركيب بعد إجراء التعديلات. بعد إجراء التعديلات نصحح. إذن قلنا رسم مخطط التركيب بعد إجراء التعديلات والإضافات اللازمة. إذن ها هو لدينا المخطط المناسب أو الموافق للتعديلات التي أجريت. إذا لاحظ أننا غيرنا الموضع بحيث لدينا الطور موجود عليه المنصهرة والقاطعة للدارة ذات المصباح أو لدارة المصباح، نعم الطور محمول عليه المنصهرة والقاطعة، وبالنسبة للمأخذ الطور موجود فيه المنصهرة. هنا ينبغي أن تكون دلالة المنصهرة متناسبة مع استطاعة الجهاز. نفس الشيء هنا منصهرة أخرى في الطور، وينبغي أن تكون دلالتها متناسبة مع الجهاز الذي سنركبه هنا، ألا وهو مجفف الشعر أو غيره. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم، ونعتذر لكم عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.